بونجور لكم يا شي معايا اليوم رالف وطاليا وريمون صافا كيفنا احنا وين احنا بزعيت وين يعني فوق وين فوق نهر ابراهيم 100% طلعنا من نهر ابراهيم ومعيصره وهلا نحن بمنطقه زعيتره رح نمشي من هون تريل ما بنعرفه رح نشوفه اليوم انا وياه هون وخليكم لحتى تشوفوا شو رح نشوف نحن بعدنا عم نمشي بمنطقة زعيتره بالضيعة لحتى نوصل على التريل فإذا نحن رح نمشي على درب زعيتره مرادية وبسحل هو تقريبا 42 كيلومتر بيبعد عن بيروت و750 عن سطح البحر الإليفيشن تبعيته نحن بعدنا عم نلحق التريل حاطين لنا بير قديمة ناطين لحتى نوصل للبير لنشوفه هون وصلنا على البير القديمة هلا رح نمشي على الدرب العثماني نحن هلا رح نطلع صوب الدرج الروماني لفوق هون عم نفوت على كنيسة الحبل بلادناس المدخل تبعها كتير حلو هذه الكنيسة من سنة 1889 هذه كنيسة مارنتانيوس الحلو بالضيعة أنه فيها كتير كنايس لكو شو لقينا تاليا بدها تمسكها لقينا كلب لقينا موتون لقينا بسينة لقينا كلب تاني وهلا لقينا تورتيو لقينا تورتيو تانية فإذا نحن من بعد ما مشينا من زعيتره وصلنا هون على منطقة بسحل وهلأ فوق متحف ما في الضيعة على راس التلة هي المرادية هون وصلنا لمحل حاطين هيك طاولات خرج بيكنيك ونحن هيك مكوزانا على السيارة خلصنا التريل تبعنا بزعيتره وبالتحديد حد كنيسة الدر تبع الضيعة